ما شاء الله ما شاء الله يا رب. الوقت يمر. ممتازة ممتازة جدا ممتازة. 8-5 يلا يا هدي. خلاص خلاص هدي راحت الميدالية لسيفون التحفون برونزية مصرية. الفرحة طاغية على الحلقة وطاغية على اللقطة. في أفراح بتبقى بتلمسنا من الداخل حتى لو ما كانتش تخصنا شخصيا، هي تخص بلدنا، تخص اسمنا، تخص ولادنا. الفرحة كبيرة قوي بملاك التايكوندو المصري هداية ملاك وفارسها سيف عيسى أو سيف التايكوندو، خلينا ندي لك رقم سيف التايكوندو وملاك التايكوندو. أول ما المباراة خلصت مع الأمريكية والنرويجي الإحساس إيه؟ أول رد فعل إيه؟ اللي جه بعد كده إيه؟ هداية أبدأ. أنا كان يعني ما كنتش مصدقة، يعني أنا كنت عايزة يعني أكسب قوي، فكنت نازلة آخر جولة خسرانة شوية، كنت خايفة شوية إن أنا ده ممكن أكسب ممكن ما أكسبش. فلما الماتش لقيته فرق في الآخر ليا وكنت خلاص طايرة من الفرحة جوه. يعني أول ما خلصت قلت الحمد لله، يعني حسيت إن هي هدية كده من ربنا، ويعني ما كنتش مصدقة. وبعديها طلعت أجري بقى عشان أشوف سيف، عشان يعني أنا عايزة أنتوا ورا بعض على طول. بس أنت والدتك كانت معاكي؟ لا. مين كان معاكي في الفريق؟ بس الفريق بتاعي والمدربين، لكن ما حدش بقى من اهلي، لان ما حدش عارف يجي عشان طوكيو كانت مختلفه المره دي اصلا. يعني عدم وجود جمهور فرق في فرحتك هي الهدايا؟ لا، يعني انا كنت عارفه ان هم بيشجعوني بقلبهم يعني، وبيتفرجوا عليا، وكانوا باعتين لي ان هم بيتفرجوا لحظه بلحظه في كل حاجه. فانا كنت متاكده ان هم يعني بيتفرجوا عليا يعني. اول شخص كلمتيه حد من البعثه ولا تليفون؟ هو ساعتها يعني كل الناس كانت بتبارك لي يعني هناك. ولما رجعت بقى طبعا كلمت، لا قبل ما ترجعي كلمت بابا، كلمت جوزي كلمت جوزي ومامتي وبابايا طبعا اول ناس. بس هم كانوا طايرين من الفرحه، واخويا كان بيعيط طيب في اللي انا بتفرج. هدايه انت وضع خاص حصولك على الميداليه الارقى والاهم والاعظم في عالم الرياضه في العالم، بالنسبه لك حالة استثنائية، لأنه للمرة الثانية بتحصلي عليها بيخليكي أيقونة التايكوندو. يعني مهما عدت سنين ومهما جه أبطال هتفضل هداية ملاك أيقونة للتايكوندو في مصر. شكرا. خلاص. أما سيف، الحمد لله، أول ما المباراة خلصت، هو قبل المباراة أصلاً كان في شوية ضغط، لأن أنا كنت رايح البطولة وعيني على ميدالية الذهب، نفسي أعمل حاجة يعني مختلفة. يمكن ميدالية هدايا البرونز في أولمبياد ريو اللي فاتت إدتنا دفعة إن إحنا مش بعاد، إحنا ممكن نكون قريبين من الميدالية، ممكن نحقق حاجة. فإدتني يعني إن أنا طمعان شوية إن أنا أزود من على البرونز، أنا عايز أجيب الذهب. فده كان فكري في البطولة. فلما ربنا ما أردش وخسرت ماتش قبل النهائي من الروسي، اداني شويه توتر، ان انا خفت ان كمان البرونز ممكن تضيع مني، ان هو انا جاي عشان الذهب وخايف كمان ان ممكن البرونز تضيع مني. مباراه
يمكن من اصعب مباريات في حياتي نفسيا، ان هو انت ماتش 6 دقايق يا تطلع جايب برونز وميداليه كبيره تفرح بيها المصريين وتفرح بيها اهلك وحلمك، يا الا ممكن تروح وانت مش جايب النتيجه اللي انت عايزها. ففي الوقت ده اصلا قبل الماتش يعني كنت متوتر جدا، وما كنتش كنت متوتر عشان يعني مش عشان انا خسرت الماتش اللي قبله، لا عشان انا خايف الماتش ده يضيع مني. وفي الوقت ده كنت اتكلمت مع الدكتور المينتال بتاعي دكتور مدحت، هو موجود معايا النهارده. الراجل ده كان ليه دور كبير معايا. يعني دكتور المينتال بتاعك؟ دكتور المينتال هو الاخصائي النفسي بالنسبه لك، اللي بيساعدك في طول الوقت ان انت ازاي تفكر صح قبل الماتش، ازاي تتصرف وقت الخساره، ازاي تتصرف وقت المكسب مع منافسين انت ممكن ما تكسبهمش فنيا، بس لما تفكيرك يتغير تبتدي تقدر تتفوق عليهم في الملعب. لما تبتدي تغير تفكيرك، تبتدي تغير يعني طريقه لعبك بمخك، مش بس كله فني، لا في نفسي. اللعيب إيه بيقول لما كلمته اول حاجه قال لي لو انت، انا قلت له انا خايف اخسر الماتش، انا بالنسبه لي خايف ده قبل الماتش بقى ب 10 دقايق لا مثلاً. الماتش انا كان فاضل لي 3 ساعات والعب ماتش الميداليه، لان هو الفاينالات والماتشات بتبقى فاضل لها بالليل شويه. فكان فاضل لي 3 ساعات والعب الماتش، كلمته على طول قال لي انت لو خايف تخسر الماتش ده انت فعلا هتخسره، لانك انت مش هيبقى عندك طاقه ان انت ترفع رجلك وهتبقى قلقان من كل قرار. لكن لو انت فعلا الماتش ده لعبته على اساس انك نفسك تكسبه ونفسك تحقق حلمك، انت هتلعب بكل قوه وكل يعني ما عندكش اي مشكله وهتجيب الماتش ده. كان عندي يعني تخوف من بعض المنافسين شويه، لان انا كنت لسه مش عارف هلاعب مين بعينه. اتكلمت مع الدكتور قال لي انت كسبته قبل كده ولعبت معاه قبل كده والنتائج، وابتدى يتكلم معايا شويه بوزيتيف. حسيت بعد المكالمه الحمد لله رب العالمين ان يعني تفكيري اختلف تماما. وبعد كده بعدها على طول والدتي كلمتني مكالمه اللي هو بقى ما لهاش علاقه بالفني، بس ليها علاقه ان قلبك يرتاح شويه، اللي هو انت تطمن، اللي هو يا سلام على مكالمه ماما في اللحظات الحاسمه. قول لي ماما موجوده معانا؟ ايه ماما؟ يا سلام على ماما. اهلا بحضرتك، الف مبروك، الف الف مبروك مبروك. سيف مش ابنك بس، يعني بقى ابن مصر كلنا الحقيقه. مبروك، وهرجع لحضرتك بالتاكيد. فالمكالمه طبعا الاستشاره النفسيه والاستشاره بالزبط. الاموميه الاثنين جابوا نتيجه، ده حقيقي. بعد كده خلاص ابتديت اسخن، دخلت في اجواء المباراه. قبل الماتش على طول بيمكن دقايق هدايه على طول الماتش اللي قبلي ربنا كرمها وكسبت، ادتني دفعه ان انا فعلا انا كنت نازل الماتش فانا يعني توتالي ان شاء الله انا هكسب، انا كده هكسب ان شاء الله. يعني ما كنتش حاطط في دماغي ان انا هخسر. الجماهير كانت موجوده. انا عايز اقول لحضرتك ان في البطوله كانوا بيشغلوا صوت جماهير لان ما فيش جماهير عشان اولمبياد طوكيو بسبب الكورونا. بالظبط، ممنوع الجماهير. ممنوع الجماهير. الماتشات الوحيده اللي كانوا بيشغلوا فيها صوت ما كانوش بيشغلوا فيها صوت جماهير ماتشات مصر. ليه؟ لان احنا كنا الفريق عامل دوشه غير طبيعيه في المدرجات نخليهم والله العظيم نخليهم يعني مش محتاجين ان هم يشغلوا صوت جماهير. هم حتى عبد الرحمن معانا في الفريق كان بيلعب اليوم اللي قبلنا، قالوا له في المؤتمر الصحفي هل انت ده بيسبب عليك ضغط؟ الجماهير المصريه عامله شغل كبير جدا، الفريق بتاعك عامل يعني سبورت ليك عالي، هل ده بيديك دفعه ولا بيقلقك؟ قال لهم بيديني دفعه قويه جدا. قالوا له احنا مبسوطين بالفريق بتاعك لان هو عامل جو للاولمبيكس. عملت لهم حس. ده حقيقي الحمد لله. بص، هي الدوشه عامه مزعجه، بس في الحالات دي بتبقى احلى دوشه في العالم. حقيقي.